جرب كده تقعد جنب اذاعه الاغاني وتسمع كل الاغاني الحلوه اللي بتغنيها ورده وعبد الحليم وشاديه، كل الناس اللي اصواتها رائعه واغانيها مش بس حافظينها، ده جزء من حياتنا. هتلاقي في عامل مشترك، هتلاقي كل شويه اذا كان في مذيع بيقدم او اذا انت بتحاول تعرف الكلمات دي بتاعت مين، هتلاقي اسم محمد حمزه. حاجه جميله، حاجه معاني في الاغاني عايشه سنين وسنين. بنت محمد حمزه قررت انه مش المفروض يبقى اسم والدها بس اسم بيرن والناس تعيش على الذكريات، هي ممكن تعمل حاجه اكبر، مش بقى لابوها، لواحد من اهم المبدعين والكتاب، كتاب الاغنيه عندنا في مصر. عملت فيلم رائع، عملت فيلم حصل على جوائز كتيره جدا جوه مصر وبره مصر، وضربت عصفورين بحجر او 10 عصافير بحجر واحد، ان هي اعادت احياء سيرة شاعر غنائي كبير، وأمتعتنا بفيلم بجد فيه من الجاذبية والتشويق والمتعة كتير، وكمان عرفتنا أجزاء إنسانية أو جوانب إنسانية ما كناش نعرف عنها حاجة. فيلم بعنوان جاي الزمان. الأغاني من القاهرة. أنا اسمي دينا. اسمي دينا محمد حمزة. حاسة بالوحدة جدا. يعني شفت حلم مش حلو. سخيف مضايقني. النهاردة أغاني أف أم بتحيي ذكرى رحيل الشاعر الرقيق محمد حمزة. توفى الشاعر الرقيق محمد حمزة وترك فراغا كبيرا في جسد الأغنية العربية، حيث يعتبره البعض آخر عمالقة زمن. حاول تفتكرني، ألفها الشاعر محمد حمزة ولحنها انتقارنا الشاب بدر. إيه اللي خلاكي تيجي الإذاعة؟ يعني ايش معنى الإذاعة؟ عشان بابا يعني مش موجود، فعندي احساس ان انا عايزه اروح له. طب اروح له فين؟ مش عايزه اروح على مقابر ولا الكلام ده، عايزه اجي له حاجه بيحبها، يعني عايزه اكون في حاجه متفائله. كل كلمه على الفرح كانت، على الجرح كانت، كتبتها وقلتها كانت عشانك. ما كنتش عامله حساب ان بابا اصلا مش هيبقى موجود، فاكره ان هو هيبقى موجود على طول. شفت في عينيا الدموع وانا دايما راجع. اعاد صياغه الوجدان المصري بكلماته. لو مت يا ام ما تبكيش، راح اموت علشان بلدي تعيش، افرح بيا وزفيني وفي يوم من مصر افتكريني. بابا على طول مستخبي، واقف بعيد مطمن ان احنا مبسوطين وخلاص. بابا كان بيحب ساعات يجي يلبسنا الشرابات والكولونات وينططنا كده واحنا بنلبس ونقعد نضحك. المستمعين، نسهر الليله مع حفل ساهر كبير بمناسبه عيد. ما فكرتش انتحر ليه؟ كنت بنتحر بطريقه تانية، ما انا قلت لك ان انا كنت رافضه حياتي. الأمل موجود على طول، وليه احنا ما نبقاش متفائلين دايما يعني؟ قلبي دق 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 كل سنين، قلبي دق دق. بابا أنا هعمل فيلم، هدور عليك مع الأماكن مع الأشخاص مع الزمن. محمد حمزة، دينا محمد حمزة، بنت الشاعر الكبير محمد حمزة وصاحبة مشروع الفيلم ده. أهلا بيك. أهلا بيك. أنا أول ما شفت التريلر أو إعلان الفيلم في أفكار كتيرة حلوة يعني كده اجتاحتني. جزء فني له علاقة بأغاني والدك الرائعة، جزء إنساني له علاقة لما بنت تعمل حاجة عن أبوها،
يعني لخصي لي كده ليه عملتي الفيلم ده؟ حتى بتتقال الشعور كان بالوحده قاسي جدا. اعتقد ان مش انا بس، اي حد بيفقد حد عزيز بيحصل له حاله من في حاجه كانت اساسيه في حياتك مش موجوده، فبدل ما تنعزلي لي او تختي جنب ومش عايزه تعيشي او مش عايزه تبقي موجوده، هي حواليا ناس بس مش موجود الشخص الاساسي اللي هو والدي اللي هو ليه حضور كبير جدا في البيت يعني. فكان فكره الفيلم هو عمره طول ما هو عايش ما فكرت اعمل فيلم، هو موجود لانه موجود، فحسيت ان انا لا انا عايزه ادور عليه زي ما قلت كده في الاماكن وفي الاشخاص يعني. قررت ان انا ادور عليه، ان انا اروح الاماكن اللي هو بيروحها تاني، الاماكن اللي هو كان بيشتغل فيها، الناس اللي هي قريبه منه، فيمكن الاقي شيء حميمي فاحس انه موجود عايش يعني. وده حصل في الفيلم يعني، انا لما رحت للحاجات دي حسيت ان كل واحد بيحكي حاجه على الاغنيه وبيحكي حاجه عن نفسه، لان الاغنيه ليها ذكرى لنفسه وذكرى عن محمد حمزه. حكولك ايه يا دين؟ يعني اولا طبعا صباح الخير هي مكان اساسي لوالدي، واشتغل في جرايد كتيره وكاتب صحفي جنب ان هو شاعر، هو كاتب صحفي يعني. كتب في صباح الخير وروزا اليوسف صباح الخير بشكل كبير، فؤاد حداد، صلاح جاهين، كله يعني، وجمال بخيت وجمال بخيت اتكلم في الفيلم واتكلم على محمد حمزه ووجوده يعني، وازاي ان الاجيال كمان بتشجع بعض يعني، ازاي محمد حمزه شجعه، وازاي محمد حمزه بيحكي في الفيلم صلاح عبد الصبور كان سبب كبير في ان هو شجعه انه يكتب، فكانت حاله فنيه كده مش مجرد بس صحافه، لا حاله فنيه زي ورشه كده. فالمكان ده انا لما روحته انا على طول افتكرته وانا صغيره، كنت طرقات صباح الخير ففيها الذكريات والدي، ده المكان اللي وصى عليه قبل ما يمشي، ده اكتر حاجه قال صباح الخير يعني اخر قبل ما يتوفى يعني قبل ما يدخل المستشفى، لانه دخل قعد 3 شهور قبلها بالظبط، كان في المستشفى بعت اخر مقاله، كان عيد ميلاد شاديه في المستشفى بعت المقاله دي، فقد ايه صباح الخير بالنسبه له حاجه، وحضرت الابداعات بتاعته وحضر المطربين الناس دي يا دينا، كان الانتماء عندهم كتير وكبير يعني، ينتموا لبلدهم وينتموا لاسرتهم وينتموا لشغلانتهم وينتموا لمؤسستهم يعني. دي ناس على فكره، ويمكن عشان كده الجيل ده عمل حاجات كتيره فلتات يعني، مش حاجات بس حلوه، حاجات تخطت فكره انها حلوه. احنا دلوقتي ممكن واحد يبقى منتمي لبلده واسرته بالكتير، ما تلاقيش حد كده يعني عشان شغلته ولا عشان شركته ولا عشان مؤسسته. المؤسسه دي غير التقليديه، والاذاعه مثلا، الاذاعه دي بالنسبه له بيته يعني، بابا كانش يطلع في لقاءات تلفزيونيه قد ما يطلع في اذاعه يعني. الاذاعه دي وقت الحرب كانت مكان يعني، كان بيألفوا فيه الاغاني وقت فدائي، وقت عاش اللقال ساعه 3 يعني هو 6 اكتوبر، عاش اللقال اتعملت في الاذاعه، هم بيقرروا انهم يكتبوا حاجه لمصر، وهم هو بليغ حمدي وعبد الحليم في عز النصر، هم في الاذاعه بايتين علشان يطلعوا حاجه في الوقت ده، فالاذاعه عنده كل ذكرياته. ولما رحت الاذاعه قالوا لي نفس الحكايه، هو مكان ذكريات، هو كان بيقعد هنا يعني، ده المكان اللي فيه. هستاذنك دينا، هنسمع جزء من يعني، هو كتب اغاني كتيره جدا محمد حمزه، كم اغنيه كتبها؟ هو اكتر من 1200 اغنيه يعني، انا نفسي ما عرفتش اطلع في الاغاني بتاعته كلها. اكتر من 1200 اغنيه، احنا بس هنجيب يعني حاجه صغيره جدا من اشهر اغاني محمد حمزه. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكايه؟ عاشقه وغلبانه والنبي، عاشقه ومسكينه والنبي، ما اقدرش افوت والنبي، ده انا كل حته بتعبي دايبه في هوا محبوب. طب وانا مالي وانا احزن، انا مالي عايشه في احلى لالي ويا حبيبي الغالي، على الرمله وقاعي حبيبي ويا خوفي لا يكون مداريب، وسايبنا ابني امل في الرمله احلم واقصر واكتب كلمه، وسايبنا ابني امل في الرمله احلم واقصر واكتب كلمه. قمر مال الهوى ونعسنا واللي شبكنا يخلصنا، اللي شبكنا يخلصنا، اللي ش
شبكنا يخلصنا ده حبيبي يا خبر ابيض على باباك يا دينا. طبعا يعني مش دينا اللي كاتبه الكلام ده لا. ولا الاغاني بتاعتها، بس انا فاهمه احساسها انه عماله تسمع ناس بتسقف لابوها اللي رحل عن الدنيا. اكيد في مشاعر رهيبه جواك يا دينا. طب ما تعبري يا بنتي. لا بحس ان هو كان عنده كلمه غريبه قوي. كان بابا توفى قبل الثوره يعني 2010، فكان في ماتش مصر فبيغنوا حبيبتي يا مصر في الماتش. شادي كانوا شباب صغير اوائل العشرينات، بيقولي معقوله الشباب الصغير ده يغني اغنيه اتكتبت اصلا بعد الهزيمه؟ فكان عنده احساس ان هو متواصل مع شباب، اغنيه معموله اكتر من ايه 30 سنه مثلا لسه بيغنوها. فعمال اقول امال لو كان شاف بعد كده في كل مناسبه لمصر تحصل يا حبيبتي يا مصر. انا بالنسبه لي ده وجهه نظري، اصبحت زي نشيد كده، يعني كل واحد عايز يعبر حتى باختلافات الناس. انت انهي مناسبه اكتر يا دينا كنت حاسه انك عايزه تقولي له يا بابا دول بيغنوها دلوقتي في انهي مناسبه؟ انا اقول لك بصراحه، في ال 18 يوم انا اتخضيت، لقيت الناس كلها بتغني في ميادين، وبقت كل الميادين بتغني بصوت عالي يا حبيبتي يا مصر وبيعيطوا. تصوري كمان بقيت اقول هو عايش. بقت ناس تكلمني تقولي على فكرة محمد حمزة الله يرحمه ده عايش، فصبرتني جدا. مريتي بأزمة شخصية بعد وفاة محمد حمزة؟ يعني مش شخصية، أزمة نفسية شوية؟ أزمة نفسية اللي هي متهيألي بقولك بيمر بيها أي شخص بفقدان الحد عزيز وليه تأثير قوي في حياته. يعني والدنا كان ليه علاقة كده، إن كان الكلمة بتتقال وماما كانت عايشة، يعني هو مش مخلف ثلاثة بس، عشان كنت أنا ودعاء وأحمد أخويا، قال مخلف أربعة عشان كان مع والدتي حتى قايم بدور الأب. والدة دينا هي الإعلامية والمذيعة المصرية الراحلة الأستاذة فاطمة مختار، وكانت مديرة إدارة مدير المنوعات، مديرة المنوعات قناة التالتة الله يرحمها ويحسن إليها. بصي يا دينا، أنا أول مرة أقابلك وعمري للأسف ما قابلت محمد حمزة ولا فاطمة مختار، بس طول الوقت بحس إنه العيلة دي يمكن بعرفها كويس، معرفش ليه، يعني أنا يعني عندي إحساس كده إن والدتك ووالدك، لأن هم كانوا ناس عاديين جدا، يعني اللي بنسمعه عنهم ان هم ناس عاديين جدا. صحيح ان هو بيألف اغاني تحفه وعظيمه ومصر كلها بتغنيها، بس هو شخص عادي جدا. هو كمان كان انا وعيت في المرحله اللي هو والدي فيها في البيت، بيحب البيت جدا، يعني يحب عمله ويسهر للصبح يكتب، بس هو بيحب البيت قوي يعني والعيله جدا. والدتي طبعا كمان كانت مرت انها جت لها القلب، فكان ملازمها طول الفتره دي يعني. ف يعني والدي فيه حضور ليه قوي في البيت، فزي اي بيت لما يختفي اتنين بقى، عشان كانت والدتي وبعدين والدي، فحصل لي احساس بالوحده زي اي حد.
قررت اعمل فيلم وعبر عادي، يعني اقول ان انا جالي شعور بالوحده فقررت اعمل الفيلم بدل ما ابقى لوحدي. مش بتتخلص من شعور الوحده بس بتبقي معنا في الحلم يا دينا. والدي بيجي لي طبعا بيجي لي وبنبسط لما يجي، دي حاجه بتبقى حلم حلو يعني ان هو يجي اكيد بالذات وقت الفيلم. طب يعني وقت الفيلم فضلت اقول انا هنهي الفيلم ازاي، هنهي الفيلم ده ازاي. ففي حلم كده بيجي لي وحكيته برضه في الفيلم. ايه الحلم؟ ان الدنيا بتمطر بلالين حاجه كده بتجي لي متفائله قوي قوي. قلت ايه العبث ده؟ بس حقيقه هو انتهى الفيلم بدا بحزن، ممكن موجود الحزن بس هو ليه ضحكه كده بيخليكي تقولي. يعني في جمله في اغنيه يا حبيبتي يا مصر بيقول ولا شاف اصرار في عيون البشر بيقول احرار ولازم ننتصر. انا بعتبر ان دي جمله بابا في الحياه، عنيد جدا وما بيحبش الياس والهزيمه تماما، بيحب يقاوم دايما زي ما يكون ادهاني كده وبقيت اقولها على طول لنفسي. كل ما هبقى متضايقه واقعه وحزينه اقول لا لا، هو بيحب الحياه جدا وبيقول لي قومي طول الوقت. فالفيلم ده هو اللي قومه. جاي الزمان ده اسم اغنيته على فكره، مش انا اللي سميته. هي اي دمه تحضني ليه قال ايه جاي الزمان يداوينا بالظبط. هي كان اسمها الاصلي جاي الزمان بس حاسه ان الاقوى اي دمه تحضني ليه ان هي تبقى شعار، بس هي اسمها الاصلي جاي الزمان وتغير لاي دمه تحضني ليه. جاي الزمان الزمان يداوينا من ايه ايه جاي يا زمان يا زمان تداوينا ده الامل فعلينا والفرح حوالينا حوالينا ده الامل فعلينا والفرح حوالينا حوالينا سأل الزمن وقال ايه غير الأحوال. اكتر حاجة سمعتيها وانت بتعملي الفيلم ده حد حكاية حكاها لك عن والدك ما كنتيش تعرفيها؟ الحكاية اللي هي كانت بالنسبة لي أول مرة أسمعها أنا ما أعرفش، يعني أنا مثلا بطلع ماتيريال ما أعرفش إن عاش اللي قال كانت بتتقال بعد النصر قبل كل أغنية، دي ما كنتش أعرفها خالص. قبل كل كل أغنية لعبد الحليم طويلة لازم كان يقولها زي شعار مثلا أحلف بسماها، كان بيعمل نفس الحكاية بعد النصر لازم يقول عاش اللي قال قبل أي أغنية طويلة، ودي مسجلة في الإذاعة مذيعة الإذاعة اللي قالتها. هما كانوا يعني في ناس تقولك إيه الأغنية دي اتعملت للسادات عشان هو عاش طبعًا. اللي قال للرجال عدوا القناة، بعدين قال الناس بتقول لأ ده معمولة للإنسان المصري أو للجندي المصري. لأن هو عاش ليكي ابنك عاش اللي حبك، هو بيقول للجندي بيقول لكل واحد قام بدوره يعني في يعني هو سألتيه قبل كده محمد حمزة أنت كان قصدك السادات ولا كان هو كان بيقول جملة اللي بيقول على جملة الكلمة بحكمة في الوقت المناسب ده كان متهيأ لي انا مش عايز اقول بس حاجه غلط، كان كاتب كبير لهيكل او حاجه هو اللي قال بيحيي تقريبا الرئيس السادات ان هو بالكلمه بحكمه في الوقت المناسب فهي دي بس خدها منه. لكن هو حيا الجندي من اول رئيس والجندي اللي حارب واللي مات. عاش 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 اللي قال الكلمه بحكمه وفي الوقت المناسب. عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاضنا. عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين سحاب. كنت تفتكري إن فيلمك اللي عملتيه عن والدك ياخد جوائز كده يا دينا ويبقى فيه استقبال كويس له؟ انا كنت خايفه عشان الجزء زي ما انت قلتي دلوقتي ده اللي انا الشخصي ما احسن حد يوم مش عايز اسمعك انت، انا عايز اسمع مين محمد حمزه بس. كنت خايفه من الجزء ان الشخص ده يضايق الناس يعني. رد فعل الناس ما كانتش عندها حك يعني منطق في الكلام، هي في اللي عيط وفي اللي اندمج او لقى نفسه او في اللي ما كانش يعرف محمد حمزه خالص فعارفه كويس يعني رغم ان انا ما اديتلوش يعني كل كامل حقه يعني الفيلم عمره ما يديله كل حقه. فانا تاثرت لان الجائزه الثانيه كانت في روسيا اللي هي كازان قالوا جائزه للفيلم الانساني فدي عملت لي حاله جائزه خاصه للفيلم الانساني ومسمينه كده. ف
فاعتبروا ان ده فيلم انساني لان هم برضو يعني هم روسيا مش عارفين مين الشاعر بس عرفوه وموضوع الفيلم. ما اعتبروهوش تسجيلي وثائقي، هم اعتبروه فيلم إنساني. انساني بس يعني كان الجمله دي. فانا كنت سعيده جدا الحقيقه وفيها فخر، انا شايفه الشاشه معمول فيها اسم محمد حمزه بره مصر يعني. طيب غير اغنيتي حبيبتي يا مصر، انت يا دينا كانت هسالك والدتك كانت ايه اكتر اغنيه هو كتبها بتحبها، وانت ايه اكتر اغنيه هو كتبها حبيبتي؟ هو ماما بتحب العيون السود جدا. الله. بتحب احلى طريق في دنيتي، هو يعتبر يعني شبه يعني بتعتبرها بتاعتها. بس مامتك كانت عينيها سودا لا لا ماما ماما عينيها سودا بس هي علشان يمكن عملت شعرها بني بعد كده، بس ماما شعرها بني غامق اسود يعني. كانت بتعتبر بقى الاغنيه دي بتاعتها هي شخصيا، هي بتحبها جدا وهو ليه جمله بتعتبر ان هو كتبها لها يعني. هو كان دايما يقعد يعني يا راجل ضحكت عليه خطبتها بدبله وغنوه يعني، فهو عنده دايما فكره انه بيكتب وما بيقعدش يشرح ازاي انا عملت كده. انت باباكي خطب مامتك بالدبله وخلاص وغنوه بس لكن لا كده الجيل ده كله على ضحكت عليها كده الجيل ده كله اتجوز بربع جنيه لا خالص وهدايا معنويه وخلاص لا مشاكل بسيط جدا وبنوا حياتهم مع بعض كانوا بيحبوا بعض ما تعرفوا في صباح الخير يعني، كانت بتتدرب وهو عارفها في روزا اليوسف صباح الخير. اكتر اغنيه بتحبيها لوالدك؟ انا بحب له جدا زي الهوى، بحبها الطاير يا هوى، هي خاصه جدا وزادت خصوصيه اكتر مع الحقيقه مرحله المستشفى، كانت بتيجي بسمعها له كتير جدا وهو بيبتسم وبيحبها جدا. والدي كان غريب في المستشفى، بيدخل التلفزيون الوحيد في الاوضه، بيطلب التلفزيون والراديو يسمع اغاني، فطلعت حاجه غريبه في المستشفى ان ما فيش حد بيدخل يسمع اغاني في العنايه المركزه، هو كان بيسمع الاغاني والراديو. كنت بتشغلي له الاغاني بتاعته في العنايه المركزه؟ هو بيطلبها يشغلها، عايز الراديو بالاذاعه الاغاني ويشغل الاغاني. طاير يا هوا، طاير على المينا، دايما يا بحر مخبي اسرارنا، دي بحب الكوبليه ده. ولا عمرك مره بتحكي اخبارنا، لكن الهوا ماله ومالنا، امرك يا هوا خبر اهالينا. بحب قوي الكوبليه ده. دايما يا بحر تخبي اسرارنا، ولا عمرك مره بتحكي اخبارنا، دايما يا بحر تخبي اسرارنا، ولا عمرك مره بتحكي اخبارنا، لكن الهوى ماله ومالنا، امرك يا هوى خبر اهالينا. محمد حمزة اللي لهم في الغنى أو اللي بيسمعوا أغاني عارفين قيمته، واللي بيقروا تاريخ الأغاني عارفين قيمته. الحقيقة إنه محمد حمزة من أجمل وأعزب من كتبوا للأغنية المصرية، كتب كتير، كتب متنوع، كتب عميق، كتب رقيق، كتب كل أشكال الأغنية بكل مراحلها، وأسعدنا وأطربنا في كل الأوقات، اوقات الانتصار، اوقات الانكسار، اوقات الحب والفراق، واوقات الاستمتاع بالطرب المصري الجميل. دينا بحييكي وببارك لك على الفيلم. شكرا جدا. وبشكرك ان انت عملتي حاجه بحس فني وحس انساني، بنت الوالده. الفيلم بيتعرض في اي سينما دلوقتي؟ في سينما زاويه اللي هي اوديون في وسط البلد، بيتعرض لمده اسبوع، ويعتبر ان كل الحفلات، فدي حاجه
بتمنى الناس تحضرها، لان دي حاجه لطيفه ان الناس تحضر فيلم تسجيلي في السينما، دي حاجه كويسه. واتمنى الناس تيجي تشوف الفيلم عن محمد حمزه، ومن غير ما احس في حد قال في الجمله في الفيلم ان هو شكل جمله بترن في ما بتقولي لي، شكل وجدان الشعب ده خلال اكتر من 40 سنه. هو كتب اغاني في مرحله اتكلم على الحب، وده لوحده حاجه كبيره، والحزن والاغاني الشعبيه. انا متهيألي ان هو نوع بشكل، لانه كمان من منطقه شعبيه من الحلميه، فهو كتب اغاني محمد رشدي ومحمد العزبي، فهو عبر متهيألي على وجدان شعب خلال المرحله اللي مر بيها من انكسارات وانتصارات زي ما حضرتك قلت. محمد حمزه ساب تراث غنائي كبير جدا، وساب ولاد او بنت قدرت ان هي تحط مشاعرها في شكل فيلم جميل يحصد جوائز ويتعرض كمان في السينما للناس. دينا محمد حمزه بشكرك، واحد لانك معانا، اتنين لانك بنت محمد حمزه. شكرا، اشكرك. لازم ابقى احسن واحد بيغني راب، بس انا بقول كده. انا افتكرتها افيه وهزار. كان عندنا حلقتين جمال طوال. مش قادره اصدق ان انت بابا. ولا انا. عنده مفاجاه. وبنصور والناس بتعمل على الاغاني مختلفه خالص. كلب الكريستال. خلى الناس تتساءل يعني. قلدت قمرتها وكنت بمضي بدلها. وانا ايه بحلق بلاقيها مش بتسال عنه، فبروح ماضي ومكنفه. فاروق شوقي ده ناصح جدا على فكره. وارقص مع الناس. واحضنهم وبصهم. هو عمال يغني لها اغنيه. سمعتي لما تفت عليا؟ شفتي انت مرتبط بيها دلوقتي من جوه الوسط الفني ولا من بره؟ انت على ايوه ايوه وده الحقيقه